تم صبيحة اليوم إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، يتولى توقيعها محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وعبد الباسط بالحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق الفئات الهشة ودعم قدرات الإطار البشري الراجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد التخطيط والبرمجة المبنيين على مقاربة حقوق الإنسان. إليكم أكثر تفاصيل في التصريحات التالية. اللي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والمجالات اللي تتدخل فيه وزارة الشؤون الاجتماعية هي مجالات مرتبطة عضويا بحقوق الإنسان في مفهوم شامل، خاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، نعرفوا الضمان الاجتماعي وحق الناس والضمان الاجتماعي وحق من الحقوق متاع الإنسان، كيف الحق في العلاج وفي الصحة ومن حقوق الإنسان، الحق في التعليم ورفع الأمية والتحرر من الأمية فيما يتعلق بالكبار كفرصة ثانية للتعلم، كيف هي جزء من حقوق الإنسان، أصحاب الاحتياجات الخصوصية أيضا والمراكز التي ينبغي على الدولة إحداثها واللي تقوم توا في عمل كبير في تأطير وفي استيعاب أعداد كبيرة من هؤلاء أيضا تندرج في صلب عمل حقوق الإنسان، وكذلك أيضا الهجرة والمهاجرين سواء تعلق الأمر بالمهاجرين التونسيين أو المهاجرين الذين يفيدون على البلاد التونسية، فهذم أيضا العناية بهم والإحاطة بهم والدفاع عن حقوقهم. تهدف هذه الاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دعم رؤية حقوق الإنسان في مجال المواضيع المتعلقة بخدمة الفئات الاجتماعية في تونس وخاصة الفئات التي تشكو التهميش والفقر والإقصاء. طبعا نحن دائما ليس أول مرة كما تفضل معالي الوزير أن نتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن هذه الاتفاقية التي رسخها المعهد العربي لحقوق الإنسان اللي هو شريك أساسي مع المفوضية للحفاظ وتقديم المساعدات الممكنة للمجموعات المستضعفة والمهمشة وعلى رأسهم اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، ونشكر المعهد العربي لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الاجتماعية على هذا الإنجاز الرائع في مجال حقوق الإنسان وضمان مكوثهم المؤقت في تسهيلات لحقوقهم الأساسية.